هلا وشلونكم شباب؟ أصدعش بيتا 3 نزل وأخيرا، هواي تصليحات. تصليحات بسيطة بس الجهاز صار أصعب هواية، باتري شوية أحسن، وأخيرا صلحوا الثري تاتش صار ما بي أبد لاج مثل ما تشوفون، من دون أي مشاكل من دون أي شي، كلش حلو صار. بالنسبة للثري تاتش حتى بالكنترول سنتر صارت بدون مشاكل، لأن كانت لاج كلش بالاي او اس، اشغلك لاج بالاي او اس 11.2 كلش كانت بمشاكل ومزعج. وبالنسبة للبرامج شوية يعني فتحها احسن، شوية الانيميشن صارت اسرع. وبالنسبة لل جيك بنش مارك شيكته ماكو فرق فما يحتاج. بالنسبة لأكو مشكلة كانت بال اوبشنات، مثلا بالرسالة من تكون داشين كانت تطلع هيك تقطع من تطلع، هسه حاليا لا. وأحلى شيء رجعوه أخيرا، لأن بالآي أو إس 10 كان موجود، بال11 انشال مع الأسف وكل اللي ضجت من وراه، اللي هو بالريتشابيلتي، إنه كنا من دوس مرتين هسه تطلع النوتيفيكيشن من نسحب من فوق. قبل كان ماكو هيجي ابد، ما كان ياخذ، كان تسوي هيك وكل شي ما ياخذ، لازم تروح وتسوي تسحب من فوق يلا عاد. هسه حاليا لا، رجع. وبالنسبة للريتشابيلتي احسن بهواية، فالجهاز صار صراحة يوم على يوم دا يطورون الاي او اس ودا يسووه احسن بمليون مرة. مثل ما تشوفون ثري تاتش واخيرا ياخذ عدل بدون اي مشاكل، لان قبل كانت في مشاكل يا ابو مشاكل حتى بالاي او اس 10، بس حاليا الاي او اس هو بيتا تجريبي وده يشتغل بشكل كلش سريع وكلش حلو. بالنسبه لي اذا استخدمه لل يعني باستخدام اليومي، لان صراحه التحديث كلش مضبوط وكلش حلو. واكو مشكلة بالبيتا ولحد هسه ما صلحت، مشكلة رهيبة كلش، واللي هي فندوش الباور باتن، اخرها الوسط وندوسها الجهاز ينتحر، شي ما اكو. وهاي مشكلة يعني رهيبة، ده ما تصلح يعني، مع العلم بالبيتا تو الكل حكى بيها ولحد هسه ما صلحت، ليش ما ادري. وعلى ما تطلع من هاي المشكله لازم رست الجهاز يلا عاد. واكو مشكله ثانيه بس الصراحه ما راح اجاوبها، لان يعني مستحيل، حتى ماكو حتى ترسيته ما يترست. مشكله لخي نفس الحاله، بس ندوش وياها السيري، بس ذيجي رهيبة المشكلة كلش، لدرجة انه حتى ترصيت ما تقدر ترصيته الا بحالة بقي الجهاز مفتوح لحد ما يخلص الباتري مالته، وهذا شيء مستحيل انا راح اجربه. بس هواية ناس جربوها، بس بالنسبة لي ما راح اجربه حتى لو الفيديو، لان شغلته خطيرة كلش. ومثل ما قلت لكم بالنسبة للباتري شوية احسن لو باتري مود، لان شوية من نزل 11 قام يسحب من الباتري اكثر، بس بالتحديثات وقت حسب البيت شوي ارحم واحسن. يعني حاليا دا انتظر البيت فور اللي هو المفروض راح يكون اخر واحد، لان المفروض يعني ينزل البابليك بعد، فدا انتظر البيت فور شوف شو وقت راح ينزل. اوكي، هذا كل اللي موجود بالبيت 3. تصليحات سوفت وير هي الاكثر، ماكو لا ايموجي جديد ولا شيء، ما تغير اي شيء، يعني مجرد تصليحات وستابلتي اكثر، كم بق فيكس شوي سكيورتي حسب المكتوب، اكو سكيورتي فيكس همينهم بعد ما اعرف حسب المكتوب كان بالتحديث. وهذا كله موجود بال11.1 بيتا 3. نشوفكم في فيديو ثاني، باي.